النهاردة بتمر ذكرى ميلاد توفيق الحكيم، عملاق الأدب العربي وأحد أبرز رواد المسرح في العصر الحديث، واللي اسمه لسه محفور في ذاكرة الأدب العربي والعالمي بأعماله اللي ألهمت أجيال من الأدباء والمفكرين من أول عمل لي 1933، طبعا أهل الكهف من أول هذا العمل. الحقيقة أنه يمكن أعمال توفيق الحكيم توالت، ويعني طول وقت في حتى كبار المؤلفين والكتاب مهللين لأعمال توفيق الحكيم يا مصطفى. صحيح، وخلينا نقول إن هو كان مدرسة يعني أدبية في حد ذاته، وترك إرث فني ضخم يمتد تأثيره حتى اليوم من خلال مسرحياته، من خلال رواياته اللي ناقشت قضايا خاصة بالإنسان وخاصة بالمجتمع. نجح الحكيم في ترسيخ مكانته كأحد أعمدة الأدب والفكر العربي. تعالوا نشوف مزيد من المحطات في مسيرة هذا الأديب الراحل. تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب الكبير توفيق الحكيم، عملاق المسرح العربي الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1898 بمدينة الإسكندرية لأسرة ثرية، حيث كان والده قاضياً. يعد الحكيم من الرواد البارزين للرواية العربية والمسرح في العصر الحديث، وقد ترك تأثيراً عميقاً على أجيال عديدة من الأدباء والمبدعين، ليس فقط في الوطن العربي بل على مستوى العالم أيضاً، لما له من بصمات فريدة في فن الكتابة المسرحية. عملت محاولات يعني كثيرة أجهدتني في أني أنا أتقرب للموسيقيين العظام اللي أسمع عنهم دول. منذ صغره أظهر توفيق الحكيم اهتماماً خاصاً بالأدب، حيث كان يرتاد المسارح ويشاهد عروضاً لممثلين بارزين مثل جورج أبيض. خلال فترة دراسته الثانوية كتب مسرحيات قصيرة قام أصدقاؤه بتأديتها، مما أظهر موهبته المبكرة. أنا رحت هناك بصيت لقيت في أسرة أنا حر أسهر، كنت بتبرع حتى، فدتني الحرية أني أروح، كنت أروح الأوبرا بأعلى التياترو كده أشوف الأوفرة الأجنبية وأشوف مش عارف مين، حرية مطلقة، وعملت وحاجات فن وأروح أشوف إيه، يعني كل اللي أنا عايز أعمله مفيش علي رقابة. وكتب الحكيم في مجالات متعددة مثل القصة القصيرة والمقالات، بالإضافة إلى كتابة كلمات لأغاني وطنية، والتحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم سافر لاستكمال دراسته باللغة الفرنسية فيما بعد. وقد تفرغ تماماً للأدب وكتابة الروايات والمقالات، وعمل في جريدة أخبار اليوم، ثم أصبح عضواً في مجلس إدارة جريدة الأهرام، إلى أن أصبح رئيساً شرفياً لها عام 1981. قعدت أقول يعني أروح ولا أقعد هنا وأشتغل، أعمل إيه أخلي إيه، وبعدين في هذا التردد وجدت إنه أروح وخلاص، لأن هنا فيها متاعب. من أبرز أعماله المسرحية أهل الكهف التي كانت بداية لما عرف بالمسرح الذهبي، وعودة الروح، ويوميات نائب في الأرياف، والأيدي الناعمة، والملك أديب، بالإضافة إلى العديد من الأعمال المميزة الأخرى. القدر يقول لي أنت اتشهرت وعملت كتب كويسة بالفرنساوي، لكن هتبقى جزء من الأدب الفرنساوي، أنا عايزك تكون كاتب في بلدك. في عام 1958 حصل الحكيم على قلادة الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر تقديراً لإسهاماته الكبيرة، خاصة عمله عودة الروح. وفي عام 1962 نال جائزة الدولة التقديرية لإخلاصه للفن واهتمامه بالقضايا القومية والاجتماعية. رحل توفيق الحكيم عن عالمنا في 27 من يوليو عام 1987 عن عمر ناهز 90 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً أدبياً عظيماً من الروايات والمسرحيات التي ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.